شاء الله يا ولدي النهارده هحل نشاط اريد ان اكون طبيبا والنادي من خلال 10 اسماء ونادي التلميذه سندس المغربي. اتفضلي يا سندس. معاكي قلمك يا سندس. اقرا لنا يلا السؤال من راحت. المحدث احمد مع والده ووالدته صديقه. نختاروا مين؟ والده. اتفضلي. ونادوا كمان من خلال 10 اسماء على التلميذه جودي وليد. اتفضلي يا جودي. شكرا بنتي. قفلوا اختكم. فين يا جودي؟ نختار مين؟ ممتازه. سقفوا لها. ومن خلال 10 اسماء على نادي التلميذه جودي وليد. جودي اكرم. اتفضلي يا جودي. شكرا بنتي. يلا اقري يلا كلمة ثلاثة. من المهارات التي يحتاج إليها الطبيب. يا ترى إيه المهارات اللي يحتاج إليها الطبيب؟ مهارات حل المشكلات. حل المشكلات. اتفضلي اكتبي هنا حل المشكلات. ممتازة بنتي. ومن خلال برضو 10 أسماء استراتيجية 10 أسماء عايزين التلميذة سما أبو المجد. اتفضلي يا سما. اوعي تقع. اقري السؤال كده يلا رقم ثلاثة. من المهارات التي يحتاج إليها الطبيب. زميلتك الجميلة جودي قالت حل المشكلات، أنت هتقولي إيه؟ مهارات التواصل. شكرا. طيب لما نادي من خلال 10 اسماء التلميذ ياسين الطهراوي. اتفضل ياسين. ايه السؤال من اربعه؟ في رايك يا احمد يريد ان يكون طبيبا لان ايه؟ شكرا يا سامي. كل سامي في سامي مرشوش. لأن والده طبيبا. اتفضل أبو. لأن والده طبيبا. ما يهمكش. لأن والده طبيبا. ده رأيه. ممكن أي تلميذ ليه رأي آخر إن شاء الله يطلع صح. نسمع رأي تاني. لأن والده طبيبا. زي زميلك ما قال. أنت عايز تقول إيه؟ لأنه يحب هذا. حد تاني عنده إجابة؟ أيوة اتفضلي. لأن والده طبيب زي زميلك. قولي يا جودي. وهو يحلم بذلك. قولي يا سامي.